كان لجمهور المؤمنين قلب واحد ونفس واحدة. تبارك إلهنا كل حين، الأب والابن والروح القدس، الآن وكل أوان وإلى أبد الدهور، آمين. أشكر الإخوة خصوصا الذين يرسلون إلينا رسائل بالبريد الإلكتروني، والذين أيضا يقومون على مواقعنا الإلكترونية. وأحدهم من سكان فلسطين أرسل إلي رسالة في البريد الإلكتروني، مفادها أن الجماعات الحديثة، يعني التي نشأت منذ القرن 16 أو حتى بعد القرن 16 خصوصا في الولايات المتحدة الأمريكية، وهي وأحدد بالذات الجماعات التي ترفض تعميد الأطفال والتي تعيد معمودية الكبار الذين عمدوا صغارا، هذه الجماعات تقول أنها تعيش حياة الرسل، تعيش حياة المسيحيين الأولين، تعيش كما في أعمال الرسل، في سفر أعمال الرسل. طبعا لا نريد أن نحكم على تصرفات أحد ولا على نيات أحد، كما قال السيد له المجد متى 7:1: لا تدينوا لئلا تدانوا. إنما نحكم على الأمور الواضحة من ناحية العقيدة أو من ناحية إنكار العقيدة وإنكار الممارسة الرسولية. أول شرط أو أهم شيء في حياة الرسل في العلية قبل حلول روح القدس وحين حلول روح القدس كان أنهم كانوا مع مريم أم يسوع والنسوة. إذن لا توجد حياة رسولية نهائيا مع الأسف الشديد طبعا عند أي جماعة تقول عن نفسها مسيحية، لا توجد فيها ولا ذكر ولا تهنئة ولا تطويب ولا طلب وجاهة سيدتنا مريم العذراء. يعني بالعربي ما فيش حياة رسولية، فيش حياة أعمال الرسل من غير سيدتنا مريم العذراء، بتجاهل سيدتنا مريم العذراء، بالتنكر لسيدتنا مريم العذراء، بإنكار دور السيدة العذراء ليس فقط مع يسوع كأم، وهذا الدور لم ينتهي عندما ولدت السيد المسيح كما يقول بعض البشر، قولوا ولدت المسيح ودورها انتهى، لم ينتهي دورها، وحتى عندما قبل أن يموت السيد المسيح بلحظات أعطى السيدة العذراء أمومة روحانية للتلميذ الحبيب يوحنا، يا امرأة أي أيتها السيدة هو ذا ابنك. إذا لم ينتهي دور السيدة العذراء حتى قبل استشهاد يسوع الفدائي، وحتى بعد ذلك أيضا اجتمع الرسل حول من؟ حول السيدة العذراء. ريحة الأم بتلم السيدة العذراء، هي من ريحة يسوع، هي أقرب الناس إلى الرب يسوع، هي أشبه الناس بالرب يسوع، ملامح الوجه، نبرة الصوت، الحركات، هذه والدته. ويجب أن لا ننسى أن لا والد بشريا ليسوع، يسوع ما إلوش أب بشري. إذن ملامح يسوع، حركات يسوع وحركات العذراء وملامح العذراء متشابهة جدا، فكيف على أي أساس يتجاهل قوم
وخلق كثير مع الأسف يتجاهلون دور العذراء ويقول لك احنا ماشيين على الإنجيل. ماذا ورد في الإنجيل الطاهر على لسان السيدة العذراء نفسها منها السلام، عليها السلام، لوقا 1:47 وتابع، ها منذ الآن تطوبني، باليوناني مكاريون، تطوبني يعني تهنئني جميع الأجيال. في الكنيسة الكاثوليكية وشقيقتها الأرثوذكسية عندنا الإتمام الحرفي والوجداني والمعنوي لنبوة السيدة العذراء. نكرمها، ليس فقط نكرمها بل نهنئها، نطوبها. عندنا التطويبات للعذراء أيضا، طوبى لك يا مريم العذراء لأنك ولدت الكلمة المتجسد، هذا في الليتورجية اللاتينية. أما في الليتورجية البيزنطية فعندنا مدائح العذراء كل يوم جمعة من الصيام، السلام عليك يا مريم، افرحي، خيري باليوناني يعني افرحي، وهي ترجمة ثقافية للشلام، شلام لخي مريم الآرامية، وخيري معناها افرحي، معناها عندك النعمة، معناها فيك الحسن والجمال، طبعا جمال الأخلاق وليس فقط جمال الملامح. إذن أول شرط أيها الأحباء، مش بتقول لي إنك بدك تمشي على الكتاب المقدس، كانوا مجتمعين مع من؟ حول من؟ الشرط الثاني، حتى مجموعة تكون رسولية يجب أن تكون فيها الخلافة الرسولية، ولا لا بابا؟ الخلافة الرسولية، الكنيسة الكاثوليكية وشقيقتها الأرثوذكسية عندها طبعا على علاتنا كبشر الخلافة الرسولية. الرسل، التاريخ، التقليد، طبعا بدأ سفر أعمال الرسل نفسه يعطينا تفاصيل عن تحركاتهم. مار بطرس تحرك إلى قيصرية فيليبوس، إلى يافا، هناك عمد الضابط الروماني كورنيليوس، عمل رسل فصل 10، ثم تحرك إلى أنطاقيا، هذا نعرف عنه من الرسالة إلى أهل غلاطيا، ثم إلى أهل إلى روما، وكتب الرسالة وتوجه وقال عن كنيسة روما أنها المختارة التي في بابل، مش بابل الوثنية، المختارة التي في بابل. ومار بولس توجه إلى روما، القديس إيريناوس المتوفى سنة 220 أو 222 بقولنا أنه قبل أن يستشهد في روما التي أسس الرسولان الطوباويان بطرس وبولس كنيستها، وكلا رعايتها إلى لينوس، ثم بعد أتى بعده كليتوس، ثم أو أنا كليتوس، ثم إقليماندوس، ثم تلسفوروس، ثم يعني إلفتاريوس، ثم سيكستوس، وإلى آخره. سيكستوس كان السادس، وكان في بابا من بيت لحم البابا إيفارستوس، كان في كتير باباوات يونان، بابا روما يوناني لأنه كانت كنيسة واحدة. إذن الكنيسة السريانية في عنا خلافة، خلافة ممن؟ برضو لا للقديس بطرس. الكنيسة القبطية عنا الخلافة المرقسية، الخلافة المرقسية. إذن بدك جماعة رسولية لازم يكون فيها إيه؟ الخلافة الرسولية. ماذا يكشف لنا؟ شو اللي بيكشف لنا إنه هاي فئة رسولية وهاي فئة غير رسولية؟ التاريخ. التاريخ في فلسطين وهي مهد المسيحية والقدس وهي عاصمة المسيحية كانت فقط الكنيسة الكاثوليكية وشقيقتها الأرثوذكسية حتى 21 تاريخ 21/1/1842، يعني لحديت
العشرينات من القرن التاسع عشر. يعني السيد المسيح أسس الكنيسة سنة 30، أسسها في القدس في العلية، القدس عاصمة فلسطين، القدس زهرة المدائن، القدس عاصمة المسيحية، شاء من شاء وأبى من أبى. 1842، يعني بعد 1812 سنة من تأسيس الكنيسة، أتت أول جماعات تابعة لمن؟ لألمانيا اللي تأسست في ألمانيا 1520، ولإنجلترا 1534 بتاريخ 16 نوفمبر. 16 نوفمبر 1534، وقتما أقر البرلمان البريطاني بإعاز من الملك هنري الثامن عفواً، إنه هاي اللي صار في كنيسة أنجليكانية. أنجليكانية هي لفظة لاتينية معناها إنجليزية. ماذا نستنتج؟ لسه لحد الآن ما تنسوش، مع وجود إخواننا اللوثريين والأنجليكان معنا بعد 21/1842، لسه في إشي اسمه تعميد أطفال وعدم إعادة معمودية الذين عمدوا أطفالا. بس في القرن العشرين، ويبدو بعد سنة 1920، تأتت إلى الأردن ثم إلى فلسطين أول مجموعات ترفض تعميد الأطفال وتعيد عماد الكبار الذين عمدوا صغارا. مع أنه بتروح على جبل نبو أو بتروح على مادبة بتلاقي أجران معمودية للصغار وأجران معمودية للكبار. مع أنه بتفتح سفر أعمال الرسل تقول لي حياة الرسل، حياة الرسل، الرسل كانوا عمدوا أطفال. من أمتى الرسل كانوا عمدوا أطفال؟ من أول يوم، من أول يوم العنصر اعتمد نحو 3000 نفس. 3000 نفس معقولة لم يكن فيهم ولا طفل ولا قاصر دون 12 سنة؟ ما كانش في بينهم نساء حاملين أطفال؟ ما كانش في بينهم نساء أمهات ماسكين بإيديهم أطفال؟ هل سيعمد فقط الكبير ويترك الصغير؟ مع أنه السيد له المجد قال الرب يسوع: دعوا الأطفال يأتون إلي ولا تمنعوهم، لأن مثل هؤلاء ملكوت السماوات. كيف نمش الرسل عمدوا أطفال؟ والمعمودية ميلاد جديد يجب أن يتم بأسرع وقت بعد الميلاد القديم. هو ميلاد من فوق، هو ميلاد من الماء والروح بعد أن تم طوالي مباشرة، يجب أن يتم بعد أن تم الميلاد بالجسد. ماذا قال يسوع لنيقوديموس؟ إن لم يولد أحد، باليوناني آنوثين، آنوثين يعني من جديد ومن فوق، إن لم يولد أحد من جديد أو من فوق لا يقدر أن يرى ملكوت الله. تعرفون اعتراض نيقوديموس، كيف يدخل الإنسان في رحم والدته مرة أخرى؟ ماذا أجاب يسوع؟ إن لم يولد أحد من الماء، إن لم يولد أحد من الماء والروح لا يقدر أن يرى ملكوت الله. إن لم يولد من جديد، لأنه المولود من الجسد يعني ابن المسيحيين غير المعمد هو جسد، والمولود من الروح هو روح. بتقول لي أعمال الرسل هذا الفصل الثاني آية 43 وتابع: فإن الموعد لكم ولأبنائكم. بقول لهم مربوط ترص قبل ما يعمدهم: الموعد لكم ولأبنائكم. بروح بعمد الكبار وبعمدش الصغار؟ مع أنه الرب قال إن لم يولد أحد، كلمة يولد زي ما ولد في الجسد يجب أن يولد في الروح. عشان هيك المسيحيين الأولين الحقيقيين الرسوليين العريقين كانوا عمدوا الطفل مباشرة بعد ميلاده، وبعدين في ناس منهم أخروها لثمان أيام على أساس إنه المعمودية تحل محل الختان
كما نفهم من الرسالة إلى أهل غلاطيا. نكمل بسفر أعمال الرسل فصل 10، مار بطرس يعمد كورنيليوس وجميع أهل بيته وخاصة أقربائه وأنسبائه والخدام اللي عنده كمان وعائلاتهم. أعمال الرسل فصل 16، مار بولس يعمد ليديا، أي 14 وتابع، ليديا بائعة الأرجوان وجميع أهل بيتها. نفس أعمال الرسل فصل 16 أي 34، مار بولس يعمد السجان وجميع أهل بيته. شو العبارة المكتوبة؟ فاعتمد هو وذووه أجمعون، هو وذووه أجمعون، يعني العيلة بالليلة، كل عائلته كل قرايبه. أعمال الرسل فصل 18 آية 8، وآمن كريسبوس رئيس المجمع واعتمد وجميع أهل بيته. شو بتقولنا نفس الآية 8 من أعمال الرسل فصل 18، وكثيرون من أهل كورنثوس آمنوا واعتمدوا، معنى آمنوا واعتمدوا كل واحد مع جميع أهل بيته. بعدين في كورنثوس الأولى فصل 1 آية 16، كورنثوس الأولى فصل 1 آية 16، وعمدت أيضا بيت استفاناس، ما عمدش الطاولات والكراسي والأسرة جمع سرير، يعني عمد البشر أهل البيت. كان المسيحيون الأولون كان عندهم الأموال مشتركة بينهم. وين في أموال مشتركة بين بدون مؤاخذة بين رعاة أو دعاة هذه الجماعات؟ وين؟ ولا كل واحد رأس مالي لحاله؟ احنا عنا الاشتراكية، ومش بس بدي أقول الاشتراكية في المال، الاشتراكية في عدم المال. كيف يعني؟ الرهبانات، عندك رهبان مارسابا، رهبان جبل أتوس، الرهبان الكاثوليك اللي معبيين الدنيا، رهبان اللاتين يعني وسائر الكنائس الكاثوليكية الشرقية. الراهب لا يمتلك شيئا، الراهبة، آلاف الراهبات، واحسب مش من اليوم، لا يحق لهم أن يمتلكوا هاي كاسة المي، هاي لا يحق للراهب أن يمتلكها. المال الذي يقدم للدير هو مشترك. مثلا واحد ابن عائلة غنية وهو راهب، وأعرف واحد من فرانسيسكاني من البرتغال كان ابن عائلة غنية وعائلة أمراء، لما توفي أحد أقاربه كان مفروض هو يورث مبلغ كبير جدا، رفض أنه يورث هذا المبلغ، قال لهم أنا راهب. أو إذا بيقبل المبلغ، المبلغ ما بروح له هو شخصياً، بروح للدير للكنيسة. بتقول لي طيب الرهبان هذول مش مكتوب عنهم في سفر أعمال الرسل؟ بلاش. العائلات، عندنا الحمد لله عائلات مسيحية خصوصاً في الغرب بصراحة، لأنه إحنا الشرقيين إحنا انفراديين، عائلات مسيحية تعيش حياة فيها الأموال مشتركة. إذن لا أريد أن أطيل أكثر من ذلك، ولكن سهل إنه الإنسان يقول أنا إنجيلي، أنا ماشي على الكتاب المقدس، من غير أن يفكر الإنسان أو أن يفكر السامع بالمغالطات، طبعا غير المقصودة، ربما أحيانا المقصودة، التي تأتي من هذا الكلام. وشكرا لإصغائكم.